ممكن متابعينا الكرام، متابعين نص تبكبير ميديا من كل مكان، بنرحب بحضراتكم في فيديو لايف جديد من محافظة البحيرة بالتحديد من زاوية غزال. النهاردة معانا قصة سيدة يعني كفاحها، ويعني احنا دايما متعودين من المصريات بيفاجئونا دايما ان هما راجل وبيقدروا يعملوا اللي مفيش ناس كتير بتقدر تعمله من الرجالة ومن غيره من الشباب، دايما متعودين من المصريات على كده. النهارده معانا من نموذج جديد، يعني جديد من اللي دايما متعودين نشوفه برضو في بلدنا ومن ستاتنا اللي هي الجدعه اللي هي بميت راجل. النهارده معانا الحاجه جميله ونموذج جديد وللكفاح وللجد والاجتهاد ولكل حاجه، وسيده يعني بمعنى الكلمه مش بمية بقى، لا دي بمليون راجل حقيقي. يعني زي ما حضرتكم شفتوا معايا هي بتشتغل على التروسيكل، ده شغلتها وهي يعني في سن برضو مش صغيره، ودي شغلتها تقريبا من زمان برضو، بتشتغل بالتروسيكل بتسوق عليه، بترعى اولادها وعندها قصص، عندها كلام كتير يعني احنا نعرفه منها وهنعرف قصتها بالظبط. ازاي حضرتك؟ الله يخليك، اسمك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. حضرتك اسمك حاجه جميله، بتشتغلي يا قوي وجميله انت كمان على فكره، وقصتك جميله برضو، ربنا يعزك حبيبتي. ممكن بقى تعرفيني كده يعني بنفسك وقصتك اللي حصل معاكي بالظبط؟ معايا اربع اولاد، معايا ثلاث بنات وولد، وابوهم متوفي لي 10 سنين، وانا قاعده في مصر انا رحت اشتغل، لكن هم عايزين يطلعوهم من المدارس، طلعت انا اشتغل في شقيت وجبت المفارش وخيطتها وعطيتها للناس تشتغل عليها، وربنا سهل الحال ولميت بطايق واشتغلت ولا عاوز يطلع من مدرسته والبيت عشان يشتغل. يعني انت اشتغلتي كل حاجه؟ اشتغلت ما خليت حاجه. جربتي كل حاجه بعد ما جوزك عشان شاطر ولادك؟ كل حاجه اشتغلت فيها ما خليش حاجه اشتغلت. التروسيكل ده مش اول كفاح ليكي يعني؟ لا لا، ممكن لا انا كفحت الاول، بدات بان انا اشتغل في الغيط بالبني مع قطن، يعني ما اقدرش اخيط، ما خليتش كايرو وخيطها وما خليتش. طيب يعني لحد الناس ما نفستني، يعني اول ما لميت العيش كده والبطايب وجبت العيش الناس نفستني فيه، يعني الرجاله نفسها نفستني في شغله العيش دي، عايزين ياخدوها منك. عايزين ياخدوها. يعني ما سابكيش في حالك وعايزين ياخدوها منك؟ الرجاله نفسها بقت يعني عايزه ان انا اسيب العيش دي علشان ما ياخدش. طيب ممكن تقولي لي بقى على الصعوبات اللي واجهتك كلها في خلال كل الحياه؟ لا الصعوبات اللي واجهتني صعوبات يعني يمكن ما يتحملهاش راجل بصراحه، يعني ما يتحملش الصعوبات اللي شفتها دي، معاكسات وموجه كل كده مش للراجل، يعني ما حدش سابني في حالي بمعنى اصح. وفي ناس شجعتني للشغله، وناس حبت ان انا شغاله وسبت بيت راجل، انت ما احتجتش لحد، انت ما يعني ما مدتش ايدك لحد. فانا حبيت ان انا نربي عيالي ونكبرهم ونعلمهم زيهم زي اصحابهم زي زمايلهم، برضه ما يمدوش ايدهم لعمامهم ولا لاخوالهم، الحمد لله. يعني ما كان في انتقادات بتواجهك كده من الناس غير المعاكسات والحاجات؟ اه. زي ايه بقى؟ يعني مثلا بيجي نفر يقول لك طب انت شغاله ايه؟ طب انت المفروض الناس تجيب لك لحد عندي. تجيب لك ازاي بقى؟ طب الناس هتجيب لي يعني اللي عاوز دي عاوز يجيب لي دي عاوز مقابل جبال منه، وانا ما اعرفش ايه المقابل اللي هو عاوزه. انت حبيتيش تعرضي نفسك اصلا؟ لا 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 لا، ما حبيتش اعرض نفسي لخطر راجل ولا لخطر ست، ولا حبيت ان انا مثلا نخلي حد يصرف عليه عشان مثلا يقول لا تعالي انت احنا بنصرفوا عليك ولا الكلام دي، لا 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 ما حبيتش. حتى قرايبك ما سمحتلهمش؟ اخواتي نفسهم ما كانوش عايزين نشتغل، ولا عيال اختي ولا الكلام ده. فانا كان ليا عم الله يرحمه برضه، الفضل يرجع لربنا ثم ليها الله يرحمه، برضه هو اللي شجعني للحاجه دي. يعني كان في جانب ايجابي وجانب انتقادات. طيب انت قلت لي ولادك مين ومين وعندهم كام سنه؟ معايا جانا وفرنسا ودينا ومحمد. اربعه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. متجوزه انت... دينا بعد وفاه ابوها بثلاث سنين وعندها 15 سنه. طب المسؤوليه كامله منك يعني منهم؟ ومعايا جانا في ثالثه وفرنسا في ثانيه اعدادي ان شاء الله. محمد في السنة ما
شاء الله. انت جبتي بقى بداتي في التروسيكل امتى؟ بدات في التروسيكل بقى من 8 9 سنين كده. 8 9 سنين غير اصلا انت قبل كده كنت بادئه في حاجات تانية؟ كنت بادئه بقى بجيب العيش دي على راسي، بنجيبه نوزع في البيوت كده على راسي، وانابيب برضو واحده كبيره في السن محتاجه محدش راح لها، ملت لها مره واثنين على راسي برضو كده ونجيب لها. العالم بقى يتباكى جاله سماح بتجيب انابيب، وانا ليا ستات اسم الشهرة يعني. سماح بتجيب انابيب، طب ما انت تجيب لنا هي اولى، واللي يقول لك لا ده هي هتجيب منين، طب معاش حاجه تجيب عليها، لا ده بقى هتمطوحنا هتاخد قلب تضيعها الكلام ده. يعني الناس وقفت معايا وناس وقفت. انت نظام شغلك ايه بالظبط؟ بتعملي ايه بقى بالترسيك؟ انا نظام شغلي بجيب عيش وانابيب بس. نطلع بقى اي مصلحه بتيجي ثانيه، يعني باب رزق بيجي، ده بيجي زياده كده بتطلع. يعني مثلا تودي طلب تجيبي طلب، تودي ناس تجيبي ناس كده يعني. طيب يعني كلميني شوقف، كلميني يعني عن اولادك كده، نفسك في ايه ونفسك يبقوا ايه وكده؟ عندي الاولاد برضه كانوا محترمين في الاول. عندي البنت الكبيره دي برضه محترمين في الاول، يا ماما انت هتشجي، يا ماما انت هتفطري مش هتفطرش، يعني ما عادش لنا حد الا انت. لما حبوا الشغله ولا قلنا انا بنجيب لهم فلوس، ان هم برضه مش يعني ما مشوش من غير مصروف، ما مشوش من غير كتبات، ما بقولوش لحد ادينا قلم، ما بقولوش مش مش مخليهم محتاجه حاجه. لا لا لا، العيال حبت الشغله يعني لدرجه انا عندي الاعداد دي بتطلع تصوب معايا. تساعدي؟ كنت بقى حادثه واخوها ما كانش هنا وهي كانت بتطلع. انت شفتك نموذج يعني فحبت بتسوق فعلا، وكانت بتطلع توزع بدل العيش وتساعد اخوها برضه. طب انت وضعك الاجتماعي ايه دلوقتي؟ والله وضع الاجتماعي برضه يعني على قد. يعني ايه يعني زي ايه؟ يعني يعني عندك دخل تاني ولا هو ده بس؟ لا والله ولا؟ والله هو دخلي دي، ما عنديش هو التروسيكل بس. التروسيكل والانابيب والعيش. التروسيكل والانابيب والعيش. ولادك كل واحد في مدارس والكلام ده. طب انت النهارده كده يعني كلميني عن نفسك، يعني مبسوطه بقى باللي وصلت لي فيه؟ راضيه عنك؟ لا مبسوطه، ولو جالي رزق الدنيا بحاله انا هجيب نشتغل ونجيب لهم برضه. يعني دي انا حابه ان انا ساعدتهم، مش حابه ان هم يعني علشان خاطر لما برضه بعد عمر اطول يعملوا زي خلاص. حاسه بدورك ان انت عندك دور مهم بتعمليه وتساعدي الناس وتوصليهم. مش عايزه اتكسر فيه، بقول لست مصريه يعني عماره او مطلقه او محتاجه ما تستناش حد، يعني ما تستناش حاجه من حد. انا كنت لسه هسالك على النقطه دي، عايزاكي تتوجهي. مش حاجه من حد، عايزه اي ست محتاجه او ست مطلقه او ست عماره او ست، بص يعني اهم حاجه هي وعندها اولاد، او بمعنى صح عايزه تاكل نفسها لو ما معاش اولاد، وعايزه تاكل نفسها تشتغل وتشجع، يعني كمان ما تمدش ايدها تقول حقدوني ولا ساعدوني ولا الكلام ده. تعمل زي انا معايا. كنت لسه هقول لك يعني وجهي رساله للسيدات وكمان للشباب، يعني انت بتخيلي ان في الشباب وحابه الشباب بتاع القهاوي وبتاع السهر بالليل، وان هم يصحوا الصبح يعكسوا مخاليج ربنا، حابه ان كل شاب وكل بنت وكل ابن يشتغل ويكافح وياكل لقمته في الحلقه. يعني زي ما حضراتكم سمعتوا معانا، الحاجه جميله وهي جميله في اخلاقها وجميله في كفاحها. عانت كتير وواجهت انتقادات كمان، وواجهت كمان معاكسات ومضايقات من الناس، مش حد بيسيبها كمان في حالها. اختارت الشغلانه الصعبه ديت، يعني هي صعبه، هي صعبه جدا يعني. سيده كمان تعمل ده يعني في حاجه يعني اكيد واجهت كتير يعني. سمعنا منها كل تفاصيل حياتها وايه شغلتها وبدات امتى وكده. يعني انا عايزه اسمع منك انت لو حابه تقولي حاجه لاي حد، كل الناس اللي حابه، يعني عايزه بس الست دي تسدد اللي عليه، وعاوزه وعلي ايه؟ ها؟ علي ايه؟ علي 17000. علي 17000 لسه ما دفعتهمش؟ انت كنت جايباه بكام اصلا؟ جايباه ب 37. دفعتي الجزء ده ولسه فاضل 17؟ دفعت جانب وفاضل جانب، فانا يعني بقالي 3 4 شهور كده ما دفعتش، لان برده كان جالي البت تعبت وهي متجوزه وضعت وكان ابني مصاريف الحياه يعني مشاكل كده، فهو الراجل برضو يعني عذرني، هو بيسال عليا يعني على طول باستمرار. طب ايه محور المسكن ده؟ انت ما عندكيش بيت يعني ولا مش كنت؟ لا انا ساكنه في بيت العيله بس مش مرتاحين مع بعض، ما عنديش حمام، شقتي ضيقه، ما فيش
عندكيش مكان ليكي لوحدك يعني. وبعدين انا معايا سلايف ومزهقني يعني، مش سايبيني مرتاحين مع بعض. وعلى فكره كل ستات مصر يعني اليوم ما اشتغلت الشغلانه دي هم زعلانين بمعنى صح. يعني معايا ناس ياما زعلانه يعني. هل هم زعلانين عشانك ولا زعلانين منك؟ من اللي انا بشتغل، مش زعلانين عشان زعلانين. انا مش بقول لك ده اتجوزت علينا الرجاله، ده اتخلفت الرجاله بس ما عادش طيب ان احنا نقعد في البيت يعني. واحده ست يعني زي سلفتي دي بيجي لها الاكل والشرب لحد، طب قومي اعملي كذا، تقول له لا ده انا تعبانه. انا بقول لها امال لو انت بتشتغل زي عمتك فلانه او كلهم بقوا يقارنوكي بيهم يعني. فالناس كمان بقت فالناس يعني ربنا يهديهم يا رب يعني، كمان بيحقدوا عليك على نجاحك يعني. حطوا عليا كده. انا شايفه بصراحه انك قدرت تعملي حاجه كبيره ومهمه، كفايه بس ان انت ساعدتي اولادك وربيتيهم ولسه نفطر نساعدهم كمان بلقمه حلال صحه ونفس طلع وداخل، اساعدهم بامر الله. وكمان انا شخصيتك ما شاء الله يعني الحمد لله متفائله لسه معانا عروسه صغيره عايزه تتجوز ان شاء الله باذن الله. انا حابه بصراحه زي ما كستت اختهم الاولانيه ان نكسيهم برضو ونجوزهم ونعلمهم، اهم حاجه العلم ان شاء الله، اهم حاجه العلم طبعا. يعني زي ما سمعتوا معانا قصه الحاجه جميله، القصه يعني وكفاحها وعرفتوا كل حاجه عنها. هي بس مش عايزه غير انها تسدد التروفيكل وبيت عشان عندها يعني مشاكل يعني فيه وكده، حاجات بسيطه يعني مش ما بتتمناش حاجات كتير يعني. وهي مبسوطه بشغلها ومبسوطه ان هي بتساعد اولادها وفخوره كمان بنفسها، واحنا كمان فخورين بيكي حبيبه قلبي. ربنا يخليك. شكرا لحضراتكم وشكرا لحسن التعامل وشكرا لك حبيبه قلبي. ربنا يخليكي.